إذا شلنا الشمس وحطينا محلها ثقب أسود، شو راح يصير فينا يا ترى؟ تعرفوا إنه أينشتاين كان يخاف من وحوش بالطبيعة لدرجة إنه أوهم حاله إنها مش موجودة. وحوش هدفها تدمر كل إشي بقرب منها، هي الموت اللي بعد الموت. هاي الوحوش هي الثقوب السوداء، التشوه الأكبر بالزمكان. اليوم رح نعرف الأسرار وراء قوتها الخارقة. This is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. مرحبا. في مثل قديم بحكي مجنون رمى حجر ببير 100 عائل ما طلعوا. عشان نطلع الحجر لازم نعطيه شوية سرعة حتى يفلت من القاع. هاي السرعة بتعتمد على كمشة معطيات رح نحكي فيها بعدين. هسا خلينا نفرض انه المجنون زعل وقرر ينتقم من الحجر، فراح مسك الحجر ورماه بكل قوته للسماء. فطار الحجر وارتفع، لكن للأسف سرعته ما كانت كافية. ما كانت كافية لشو؟ حتى يهرب من الكوكب. ولحسن حظ المجنون أو لسوء حظه كان يومها الجو ربيع، فرجع الحجر وضرب في راسه وغير له سلاك مخه وصار عبقري. صفن صاحبنا شوي وصار يحكي لحاله، طب ما أنا كنت مجنون ومبسوط، شو جاب لي وجع هالراس والنكد؟ فقرر يبني صاروخ ويحط عليه الحجر. وحتى ينجح هالمرة استخدم معادلة سرعة الإفلات. شو هي هاي المعادلة؟ وشو يعني سرعة الإفلات؟ سرعة الإفلات هي السرعة اللي إذا وصلها قمرنا بنقول للقمر باي باي. معادلة سرعة الإفلات بتعتمد على كتلة الجسم اللي بدنا نهرب منه. اعتبرها زي كمية البؤس اللي أنت فيها ومحاولة هروبك للسعادة. شيء تاني بتعتمد عليه سرعة الإفلات هو البعد عن مركز الكتلة، والإشي منطقي، يعني كل ما بعدت أكتر عن مصدر النق والنكد بتصير حياتك أسهل. خلينا نشوف شو يعني هذا الحكي بهاي التجربة البسيطة. بتلاحظ إنه إذا بزيد كتلة الوعاء وبقلل المسافة لمركز الكتلة بصير بدي سرعة أكبر عشان تفلت الكرة. أما بالنسبة لباقي المعادلة فهي عبارة عن كمشة ثوابت، بارات يعني، والمقادير كالآتي: ثابت الجاذبية، واثنين، وجذر. طيب إذا بكبر الوعاء شوي خلينا نعتبره الأرض، هيك بتصير سرعة الإفلات 11.2 كيلو متر بالثانية. حلو؟ حلو. هي قديش المسافة لمركز كوكب الأرض؟ 6300 كيلو متر تقريباً. طيب إذا جبنا الأرض وضغطناها لحد ما صار نصف قطرها أو المسافة لمركزها 63 كيلو متر بس، كم بتصير سرعة الإفلات؟ شوية حسابات بتطلع معك بتساوي 112 كيلو متر بالثانية. طيب ولو هالمرة اجتمعنا ولمينا الكائنات الفضائية كلنا مع بعضينا بقوة الحب الكوني وضغطنا كوكب الأرض وخلينا نصف قطره 1 سنتيمتر. هاي الجاذبية، هاي الجاذبية، وهاي نصف القطر 1 سنتي. يطلع سرعة الضوء. سرعة الإفلات هي سرعة الضوء. طيب إلنا ساعة قاعدين بنحكي عن سرعة الإفلات، شو خص الموضوع بالثقوب السوداء؟ ليش سرعة الإفلات مهمة هالقد؟ عشان تعرف ليش لازم تسافر معاي عبر الزمان وتفهم القصة من أولها. في بداية القرن العشرين كان في كتير حروب، وكان الإنسان عايش بحالة غريبة من الذعر والخوف من اقتراب نهاية العالم، بالذات مع التقدم الرهيب اللي كبس عليهم فجأة وجيل النخبة من العلماء اللي كانوا موجودين وقتها. في وقتها تم إثبات واحد من أهم الاكتشافات للإنسان على مر التاريخ اللي صار واللي راح يصير. هذا الاكتشاف هو النظرية النسبية العامة للأستاذ ألبرت أينشتاين. سقفة. النسبية أعطتنا أشياء عظيمة، علمتنا كيف الجاذبية بتشتغل، وخلطت الزمن مع الأبعاد الثلاثة واعتبرته بعد رابع. هاي النظرية كانت عبارة عن وليمة الغربان، كل العلماء اتجهوا حتى يحلوا أسرار النظرية
ويكتشفوا عظمتها، لكنهم عجزوا عن حل معادلاتها حل مطابق. كل الحلول كانت تقريبية، لحد ما أجا بيوم من الأيام شاب عبقري مخه نظيف بلعب بالأنظمة النجمية الثنائية لعب اسمه كارل شوارتشتايلد. شوارتشتايلد اسمه كارل شوارتشتايلد، طلعت صح، شوارتشيلد. أجا كارل بالحل المطابق وقدمه لأينشتاين، بس أينشتاين ما عجبه هذا الحكي وقتها، لكن لم تتم المواجهة، لأنه بنفس الوقت كانت الحرب العالمية الأولى على أشدها، فحب الوطن نقح عليه ولها كارل عن صناعة المجد في الفيزياء، وراح يتطوع بالجيش الألماني عشان يقاتل في صفوفه، وحط حربه مع أينشتاين أون هولد لحد أواخر 1915، لما اجتمع العلماء الاثنين مع بعض في لقاء ملحمي مليء بالمشاعر. كتب شوارتشايلد لأينشتاين: الحرب عاملتني بلطف، رغم إطلاق النار المستمر سمحت لي أن أبتعد عن ضجيجها وأقطع الأراضي التي ترابها أفكارك. جملة غزلية بين عالمين من العيار الثقيل. طيب شو هو هذا الحل المطابق تبع شوارتشايلد اللي أزعج أينشتاين هالقد؟ إنها سرعة الإفلات. سرعة الإفلات بتعتمد على كتلة الجسم اللي بدنا نفلت منه وعلى نصف قطره. لكن العبقرية ما كانت هون وبس، شوارز حكى إنه الجاذبية ممكن تخلي نجم ينهار على نفسه، الإشي اللي بيعمل تركيز هائل من الكثافة اسمه المتفردة سينجولاريتي، وإنه في حدود محيطة بهاي المتفردة ما بقدر إشي يهرب منها، اسمها أفق الحدث Event Horizon. نتائج أفكار شوارتز زعجت أينشتاين بشكل كبير، لأنه فهم أن وجود هاي الوحوش يعني وجود خطأ في مفهوم الجاذبية تبعه. ما بصير حبيبي، ما بصير، جسم حجم صفر كتلة لا نهائي ما بصير، هذا وحش لا يمكن يكون موجود، لا يمكن يكون موجود، شايسة زو أندريك. وأينشتاين كان معه حق كمان، يعني بأي منطق وبأي خيال حتى نجم قطره أكثر من 1.4 مليون كيلومتر، يعني أكثر من 100 أرض مع بعض، ينهار على بعضه زي ما بتجيب ورقة وبتكعبلها وبصير نجم بحجم البحرين؟ بأي منطق هذا؟ هناك من بعيد كان قاعد العالم العبقري أوبنهايمر بعد ما خلص من مستويات لعبة الفيزياء الأولى زي النووية والفلك. قرر أوبنهايمر إنه أجا الوقت للعب مع الكبار، ودخل صاحبنا على اللعبة يا لعيب يا خريب. هلأ هو كان مقتنع بفكرة انهيار النجوم العملاقة على ذاتها، لكن كان بده يعرف كيف بتنهار بالضبط عشان يكشف الغطاء عن الوحوش اللي بتتنطط لأينشتاين. طيب عن جد كيف بتنهار النجوم؟ هلأ لما تكون النجوم لسه شباب بتكون محافظة على التوازن بين قوة ضغط الجاذبية اللي بتحاول تطحنها على بعض وبين الضغط الناتج عن تفاعلات الاندماج النووي من جوا النجم، لكن مع تقدم عمر النجم هذا التوازن بصير يختل مع الوقت وبتصير كفة الجاذبية أكبر من كفة الاندماج النووي، لأنه مع العمر النجم بتنفذ فيه العناصر اللي بتعمل هذا الاندماج النووي، بمعنى تاني بخلص الوقود الهيدروجيني، ما فيش بنزين حضرتك، فبتبلش الجاذبية تتحكم بمجريات الأمور. أوبنهايمر طبق النظرية على أرض الواقع في واحد من أكثر الأحداث مأساوية للبشرية. بالحرب العالمية الثانية أوبنهايمر كان قائد فريق العلماء اللي صنعوا القنبلة الذرية وكسبوا الأفضلية على اليابان. بعد ما صنعت القنبلة واللي كان التطبيق لمفاهيم التفاعلات النووية، وصل أوبنهايمر لمكان لا يحصد عليه. صح كان عايش في أوج العلوم والتطور وقتها، لكن بعد تجربة القنبلة كان واضح الصراع الداخلي اللي عنده، وبعد ما نجحت التجربة حكى أوبنهايمر: أنا أصبحت الموت مدمر العوالم. Now I am become death, the destroyer of worlds. أكيد هذا مش طموح العلماء وأهدافهم، لكن كانت وجهة نظر أوبنهايمر وتبريره للموقف إنه لازم نعمل إشي يوقف الحرب بأي شكل من الأشكال وإلا رح تستمر للأبد. انتهت الحرب زي ما خطط أوبنهايمر، لكن حرب تانية بلشت بينه وبين الفيزيائي
جون ويلر، وهو اللي أطلق اسم الثقوب السوداء على وحوش أينشتاين. ويلر كان عنده نفس مشكلة أينشتاين، إنه وجود المتفردة يعني خرق لقوانين الفيزياء. لكن قبل ما نكمل بقصة المتفردة، في سؤال مهم: هل كل النجوم بس تموت بتصير ثقوب سوداء أو وحش من وحوش صاحبنا؟ الجواب لا، مش كل النجوم بتصير ثقوب سوداء. إذا كان النجم صغير، بعد ما يخلص الوقود الهيدروجيني جواته بتضاعف حجمه مئات المرات، بصير عملاق أحمر، بعدين بتحول لسديم كوكبي، وبعدها بصير قزم أبيض، وهي هي آخر مرحلة من حياة النجوم الصغيرة. أما إذا كان النجم كبير، فبعد ما يخلص الوقود الهيدروجيني تبعه بتضاعف حجمه كمان مرة، بصير عملاق هائل أحمر، واللي هي أكبر النجوم بالكون، وبعدها كابوم، سوبر نوفا، انفجار مستعر أعظم. هذا الانفجار بنتج عنه خيارين: يا بصير عنا ثقوب أسود، يا بصير عنا نجم نيوتروني. طيب، عرفنا شو هو الثقب الأسود، وفهمنا أنه عبارة عن موقع في الزمكان جاذبيته هائلة جداً جداً، لدرجة أنه ولا حتى الضوء بيقدر يفلت منه. طيب، سؤال أخير: هل هذا الشيء يعني أنه أحجام الثقوب السوداء كلها نفس الشيء؟ الجواب برضو لا، حجم الثقب مرتبط بحجم النجم اللي تكون منه. فمثلاً الثقوب السوداء الصغيرة كتلتها تساوي عدة مرات كتلة شمسنا، وحجمها بحجم كوكب صغير. أما الوحوش المجرية واللي هي الثقوب السوداء الهائلة سوبر ماسيف بلاك هولز، هاي هي اللي بتكون بمركز المجرات وظلت عم تتغذى على كواكب المجرة لملايين السنين. أكبر الثقوب السوداء المعروفة حتى الآن هو TON 618، بكتلة تعادل 66 مليار كتلة شمسنا، وبقطر يقدر بحوالي 380 مليار كيلومتر. هاي هي قصة الثقوب السوداء. لكن حان الوقت إنه نسرح بخيالنا شوي وندغدغ أدمغتنا. هل ممكن نعمل ثقب أسود على الأرض؟ عشان نجاوب على هذا السؤال، خلينا نرجع لمعادلة سوارتشايلد. إذا سرعة الإفلات هي سرعة الضوء، لأنها أكبر سرعة بنعرفها، هذا الإشي بيخلي المعادلة بمتغيرين بس، الأول هو الكتلة والثاني هو نصف قطر هاي الكتلة. الكتلة ما بنقدر نتحكم فيها كتير، بتقدرش مثلاً تجيب كتلة شمس هون وتحطها على الأرض وتعمل ثقب أسود. والله بيضل عنا نصف القطر. نصف القطر عاد أسهل شوي، لأنه بخلينا نستعين بالجاذبية ساعدنا حتى نضغط الكتلة على بعض ونعملها ثقب أسود. طيب سلام، أعطيني مثال. أوكي، إذا بنجيب الشمس مثلاً حتى نعمل منها ثقب أسود، لازم نضغطها من 696,340 كيلومتر نصف قطر ل 3 كيلومتر، يعني الشمس كلها بتوسع جوا مزرعة بطيخ صغيرة. أما الأرض إذا بدنا نعملها ثقب أسود، رح نضغطها لحد ما يصير نصف قطرها 9 مليمترات، يعني أصغر من عينك. تسلم لي عيلك، شو بدك بالثقب السوداء؟ طيب، لنفترض إنه الأرض صارت ثقب أسود، شو رح يصير فيك يا مسكين؟ لو العلماء تخيلوا سيناريوهين في عقولهم، الأول هو إنك رح تبلش تتمزع أعضائك وتسافر بسرعة هائلة إلى الثقب، من العضو الأقرب للعضو الأبعد. أما السيناريو الثاني هو إنه تصير شبه السباجيتي، ذراتك رح يصير إلها تسارع الواحدة تلو الأخرى وبصفوا ورا بعض زي صف النمل، وهاي الظاهرة اسمها سباجيتيفيكيشن. طيب والشمس؟ شو بصير فينا إذا بنبدل الشمس بثقب أسود بنفس كتلتها؟ لا، مش رح ننسحب للهاوية، رح نضل في مداراتنا وعادي، الأمور طبيعية. لكن رح نتجمد، لأنه الشمس هي مصدرنا للحرارة والضوء على الأرض، حرفياً رح نموت من البرد. لكن لحسن الحظ شمسنا أصغر من إنها تكون ثقب أسود، حرفياً كمان. طيب، بعد كل هالميمعة هاي، شو أنت وأنا بهمنا من الثقوب السوداء؟ إذا بيوم من الأيام زهقت من كل النظام الشمسي، اركب مكوك فضائي نظام الدفع بتكون من ثقوب سوداء دقيقة، وسافر إلى أطراف المجرة بلا رجعة. لحظة، كيف بدها تكون الثقوب السوداء مصادر للطاقة؟ مش بقول بتشفط كل شيء؟ الثقوب السوداء إلها مجالات مغناطيسية تعمل ظاهرة غريبة العلماء مش كتير فاهمينها، بس اللي بيعرفوه إنه بنقدر نستخدمها لتوليد الطاقة. الثقوب السوداء تعتبر واحدة من عجائب الكون. الحلو إنه بشكل عام عم نفهمهم أكتر مع الوقت، والحلو كتير إنه فهمنا لهاي الأسرار العميقة بالثقوب
ممكن يعطينا معرفة وعلوم وتكنولوجيا مستقبلية رهيبة لسه ما بنعرفها. وبتقولوا شو بدك بالعلوم؟ اطلع around you، شوف البلاوي، العلم هو الذي سينقذنا. بس قبل ما تروح عندي سؤال، الوحوش هاي بتموت؟ وإذا كيف ممكن إشي ميت يموت؟ شاركوني أراءكم بالتعليقات. سلام. إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني تقدروا تدعموني على باتريون. كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة، يعني ندردش. إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف. سلام. طيب فيش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي جرس يرن إلى آخره. بصراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية. يا أخي اسرحي بخيالك.